أسعدتم مساء مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج الأسبوع المغاربي. الأسبوع المغاربي سنتناول محورين أساسيين. المحور الأول هو الحدث الأبرز في وسائل الإعلام المحلية والدولية والذي شغل بال الكثيرين، وهو برنامج إسرائيلي للتجسس على صحفيين وإعلاميين ونشطاء، بالإضافة إلى قادة دول وحكومات عربية وإفريقية. برنامج بيكاسيوس، هل هو بوابة إسرائيل إلى إفريقيا؟ المحور الثاني مشاهدينا الكرام هو زيارة الوزير المستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني يانغ يي إلى الجزائر. علاقات مبنية على القاعدة الاقتصادية ربح ربح. لمناقشة هذين المحورين أسعد باستضافة الأستاذ حكيم بغرارة، إعلامي ومحلل سياسي داخل الاستوديو. مرحبا أستاذ حكيم. شكرا على الاستضافة وأهلا بالمشاهدين. شكرا. وسيكون معنا عبر خدمة سكايب كل من الأستاذ إسماعيل دبش، رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كما سيكون معنا عبر خدمة سكايب من باريس الأستاذ أحمد خطاب، إعلامي نتشرف بالضيوف داخل الأستوديو ومن سيكون معنا عبر خدمة سكايب. بداية مباشرة أبدأ معك الأستاذ أحمد خطاب من باريس. مرحبا أستاذ خطاب. نعم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هل هنالك سؤال؟ نعم نعم أسمع الأستاذ خطاب. نعم مرحبا أستاذ خطاب. نعم 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 أنا أتحدث، ألا تسمعني؟ أسمعك. نعم أستاذ خطاب، الحدث الأبرز في وسائل الإعلام الدولية هو هذا البرنامج المسمى بيكاسيوس إسرائيلي الصنع. كيف استقبلت أنت هذا الخبر، علما أنك ممن يتابعون أخبار الشرق الأوسط وإفريقيا والمغرب العربي؟ هل برأيك الهدف كان هو التجسس على فئة معينة، أم كل ما يخدم الدولة العبرية والدولة الإسرائيلية بصفة عامة؟ مساء الخير لك ولضيوف الكرام وللإخوة المشاهدين. يعني الخلاصة الحقيقية من هذه الفضيحة، فضيحة التجسس الدولية، هي أن إسرائيل التي تزعم وتكرر ليلا نهارا طويلة طبعا منذ قيامها وحتى اليوم بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، هذه الفضيحة توضح لكل الناس بأنها باعت خلال عقود، باعت نظام تجسسي من أخطر ما يكون لدكتاتوريات في المنطقة وخارج المنطقة، في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم الثالث، لكي تتمكن هذه الدكتاتوريات من التجسس على مواطنيها وحتى من تصفيتهم. يعني هنالك على الأقل أحد الزبائن فيها في التقرير الذي نشرته منظمة Forbidden Stories، منظمة يعني قصص أو أشياء غيرها. في أذربيجان هنالك زبون اسمه حيدر عليف، الرئيس الأذربيجاني الدكتاتوري طبعا الذي يحكم منذ عقود، وقد قامت المعارض بيرم محمدوف، السعودية وتصفية المملكة العربية السعودية وتصفية كمال خاشقجي، الإمارات وتصفية أو بالأحرى سجن المعارض المعروف أحمد منصور. على هنا هذه أمثلة فقط على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أحمد منصور. والحقيقة أنه تم الكشف عن موضوع أحمد منصور في عام 2016، ولكن مر الحدث بدون أن ينتبه له أحد. اليوم انفجرت الفضيحة بشكل كامل. هنالك أيضا المغرب والتعامل موجود طبعا رغم نفي وزير الخارجية المغربي، اليوم موجود، وهذا ما تؤكده يعني الوسائل التثبت والتحقق من 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 الحقائق. يعني المغرب، ومن المعروف أن المغرب يلجأ أيضا يعني المعارض الشهير المهدي بن بركة
في الستينات، كان ثبت هو بالتجربة يعني وبالتحقيقات القضائية الفرنسية أن كان هنالك تعاون بين المغرب وجهاز الموساد، جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية الموساد. وقد اعترف عميد الرئيس السابق للموساد بأنه لا يهمنا نحن حياة المهدي مبارك، إنما يهمنا يعني تبادل الخدمات مع المغرب. فنحن أعطيهم ساعدناهم في قضية مبارك أكثر طرف علنيا، وهم كانوا يرسلون لنا بعض تسجيلات القمم العربية التي عقد في الرباط. مع الأسف الشديد تصريح أنقله عن رئيس الاستخبارات الموساد السابق. إذا الخلاصة، هذه الديمقراطية الوحيدة فضح أمرها. وفي الثورة السورية على سبيل المثال، أستاذ خطاب، في الحدث السوري العظيم الاستفزاز، المغرب ينفي أنه اشترى هذا الجهاز من إسرائيل، وينفي أنه استخدمه في الجوسسة سواء على دول الجوار أو على المواطنين المغاربة. يعني النفي طبعا سينفي كل الحكام، تنفي كل الأنظمة التي اشترت. من المعروف أن تصريح من مدير الشركة أنها باعت خلال عقود لأكثر من 40 دولة، وقال مبررا رئيس شركة بيجاسوس، يعني رئيس شركة NSO التي يعني برمجت موضوع برنامج بيجاسوس للتجسس العالمي بيجاسوس، قال أنه باعوا لأكثر من 40 دولة، وأنه معروف تماما أنه لا يمكن، لأنه هذا النظام نظام تجسس هجومي وليس دفاعي، ومعناها مثل سلاح هجومي لا يمكن بيعه إلا بعد موافقة الدفاع الإسرائيلية، وزارة الدفاع الإسرائيلية والكنيسة. إذن أخذوا الموافقة، وهنالك يقول نحن بعنا لهذه الدول الغير ديمقراطية، ولكن هنالك في عقد ينص على أنه عدم استخدامه فقط لتصفية آخرين المطالبين بحقوق الإنسان، فقط ملاحقة المجرمين وملاحقة الإرهابيين. هذا كلام طبعا، يعني أنت تعطي رجل مثلا زي كيم إيل سونغ في كوريا، تعطيه هذا البيجاسوس وتطلب منه ألا يتجسس على مواطنيه في كوريا الشمالية، كيم يونغ وان، ما بقى أذكر هناك كيم، يعني كم كيم مرة على هذا الشعب المسكين، لست أدري، نحن الآن في الرابع أو الثالث أو الخامس. يعني لا يمكن، هذا تبرير غير شيء. من الواضح أنهم باعوا لأنظمة ديكتاتورية في العالم العربي، وهم ضد الديمقراطية في العالم العربي تماما. وهنالك شواهد كثيرة، يعني كما حصل كانوا يأخذوا بعض الصور من المعارضين يعطوها لروسيا، وروسيا تحولها للنظام السوري على سبيل. نعم. ابقى معنا الأستاذ خطاب، ابقى معنا. نذهب إلى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ إسماعيل دبش، معنا عبر خدمة سكايب كذلك. الأستاذ دبش، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا وشكرا على قبول الدعوة الأستاذ دبش. تبعت معنا الأستاذ إسماعيل ما قاله الأستاذ أحمد خطاب من باريس، برأيك كيف تفسر استهداف 6000 شخصية جزائرية من بينهم الوزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، والناشطة الحقوقية السيدة عسول، وكانت لهم مداخلات في هذا، بالإضافة طبعا إلى نشطاء حقوقيين آخرين وإعلاميين ربما الأيام المقبلة ستكشف عن أسماء أخرى. كيف تفسر هذا الأستاذ دبش؟ هو دائما عندما نحلل أشياء مثل هذه، أي حدث سياسي أو أمني لابد أن نربطه بالتوقيت، التوقيت الذي تم فيها ذلك. فوربيدن قدمته هذه مجموعة الصحفيين، فوربيدن هي أتى عقب الاتفاقية اللي تمت ما بين الكيان الإسرائيلي والمغرب لتبادل الجوسسة والمعلومات، بمعنى أن هذه العملية كانت جارية قبل عقد هذه الاتفاقية. الآن قراءتي إليها أن النظام المغربي أصبح آلية في يد الكيان الصهيوني لخلق أوراق في المنطقة في شمال إفريقيا وخاصة في الجزائر وفي دول الجوار وحتى في أوروبا،
لأن الآن كما تعرف هناك مد قوي ليس فقط داخل النخب الأوروبية حتى داخل العناصر الحاكمة في الحكومات الأوروبية، بدأت تتحسس لموضوع السامية وموضوع الكيان الإسرائيلي بالمنطق الذي يريده الكيان الإسرائيلي، لدرجة أن بعض الحكومات الأوروبية بدأت تعتبر بأنهم سجيني الكيان الإسرائيلي، ويرون في النظام المغربي والمخابرات المغربية آلية لضرب هذا التوجه وهذه الحملة لاحتوائها، وبالتالي هنا يختارون على أوروبية أو على مستوى عربي أو على مستوى الجزائر لمحاولة التأثير لخدمة مشاريع الكيان الصهيوني، ومن خلال ذلك النظام المغربي يخلط أوراق لاحتواء بعض الأزمات الداخلية مؤقتا فقط، لأن في النهاية في المدى البعيد النظام المغرب هو سوف يكون معني بالتقسيم، معني بالجوسسة، معني بالفوضى، على لأن الكيان الإسرائيلي لا صديق ولا ثوابت عنده في العلاقات الدولية أو العلاقات الثنائية التي يقيمها. ما يقوم به أنه هدف واضح، أنه يجب أن يسير هذه المنطقة حسب المنظور الصهيوني من خلال عدة وسائل، وسائل الدبلوماسية، الوسائل العسكرية، والوسائل الاستخباراتية، وهي رقم واحد بالنسبة للكيان الإسرائيلي. ولهذا أول اتفاقها النظام المغربي مع الكيان الإسرائيلي هي أن اتفاقية الاستات والجوسسة والاستخبارات على دول المنطقة. لهذا المطلوب الآن ليس فقط من الجزائر، من الجزائريين أو من الشعب المغربي أو من دول المنطقة، بل حتى من أوروبا، أن المغربي أصبح خطر على الجميع. والدليل أن ما أنا لا أستبعد ما قام به النظام المغربي بمحاولة إغراق إسبانيا بالهجرة، ما هي الاستراتيجية تدخل في استراتيجية الكيان الإسرائيلي، لأن النظام المغربي ليست له الشجاعة القوية أن يقوم بمثل هذه السلوكات إذا لا يجد دعم. المقطعة، لكني أطرح عليك نفس السؤال الذي طرحته على الأستاذ خطاب من باريس. نظام المخزن ينفي على لسان وزير خارجيته أنه اشترى هذا الجهاز من إسرائيل، وأن المغرب ليس في حاجة للتجسس سواء على دول الجوار أو النشطاء. لا، يبدو لي أننا وكأننا عندما نقول الكيان الإسرائيلي نقول الكيان الإسرائيلي موجود في جزء من فلسطين المحتلة. لا، نقود الكيان الإسرائيلي لهم مشروع عالمي، مشروع صهيونية عالمية. الصهيونية العالمية لا جغرافية لها ولا عقيدة لها ولا أخلاق لها. وبالتالي أن ما يحدث الآن أن كل ما يرى الكيان الإسرائيلي أن هناك حملة ممكن أن تضعف وجوده وسمعة داخل أوروبا، يقوم بأشياء تفرض على الأوروبيين موضوع التأثير على الأوروبيين باسم السامية وباسم مذبحة 45 وغيرها اللي قام بها هتلر، أصبحت أشياء جوزها زمن. الآن يبحثون عن أشياء أخرى من خلال توريد شخصيات، وبالتالي هذه الشخصيات عندما يكونوا في السلطة لا يستطيعون أن يتبوأوا بشيء إلا من خلال ما يريده الكيان الإسرائيلي، لأن الابتزاز ولي الأذرع. ابقى معنا الأستاذ دبش، ابقى معنا الأستاذ دبش. الأستاذ بغرارة، عذرا على التأخير، أعود إليك دخل الأستوديو. سمعت ضيفية عبر خدمة سكايب كل من الأستاذ دبش والأستاذ خطاب من باريس. برأيك هل المغرب صادق فيما يقوله ونواياه صادقة، خاصة في هذا الظرف، علما أنه قبل أسبوع سفير المغرب في الأمم المتحدة وزع وثيقة تسيء إلى الجزائر وتمس بوحدة الوحدة الترابية للجزائر؟ ها هو اليوم 6000 شخص اخترقت هواتفهم وحياتهم الخاصة، من بينهم شخصيات سياسية كما قلت قبل قليل، السيد عبد العزيز الرحابي وزير سابق وسفير سابق، والسيدة زبيدة عسول ناشطة حقوقية ومحامية.
أعتقد بأن تفجير ملف الجوسسة هذا الذي أخذ أبعادا عالمية، وأعتقد بأن كبرى مؤسسات الإعلام في العالم من بلومبرغ إلى نيويورك تايمز إلى لو فيغارو لو موند لو كانار موشيني، كل هذا التحالف لوسائل الإعلام لا أعتقد بأنه يجازف بسمعته من أجل التفجير يعني ملف لا أساس له من الصحة. ثانيا، الملف أخذ أبعادا عالمية بدخول الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي التي حذرت تحذيرا شديدا من أن تكون الأخبار صادقة. رابعا، النيابة العامة الفرنسية فتحت عدة تحقيقات وتلقت عدة شكاوى، أهم هذه الشكاوى تكوين مجموعة إجرامية واختراق خصوصيات واعتراض رسائل إلكترونية. وأعتقد بأن مثل هذه التهم هي تهم ثقيلة جدا، خاصة وأن مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الأوروبية وخاصة التي تحمي حرية التعبير والصحافة لا تتسامح مع اختراق الخصوصيات. وبالتالي فتفجير هذا الملف، وإن كان يعني في البداية يظهر بأنه ربما محاولة لتوجيه أو مساعدة المغرب على تجاوز أزمته مع الجزائر، لكن أعتقد بأن هذه القضية أعتقد بأنها تدين المغرب، خاصة وأنها أخذت أبعاد عالمية. الرأي العام المغربي أو الدولة المغربية الرسمية، المملكة المغربية الرسمية، قالت بأنها ستختار طريق القضاء من أجل إنصافها وإبعاد كل هذه التهم، وتحدت حتى هذه المؤسسات الإعلامية وكل الدول بجلب أدلة دامغة لإدانتها. هذا برنامج بيغازوس الإسرائيلي الذي تصدره شركة SNO الإسرائيلية، يعني بتصريح من وزارة الدفاع، هم يقولون بأن هذه التطبيقات الإلكترونية أو هذا البرنامج بيغازوس هو موجه لدول لحماية مواطنيها أثناء ومكافحة الإرهاب وهذه كلها عبارات فضفاضة يعني تستعمل على كل. لكن هذا من الناحية، ربما من ناحية الوقائع القانونية، لكن من حيث الواقع ما حدث في هذا الملف هو يرجعنا إلى واقعنا الذي يجب أن نتفطن للحروب السيبرانية والتطور التكنولوجي الرهيب الذي وصل إليه العالم وتجاوز تلك النظرة التقليدية للقوة. وبالتالي فهذا النظام الصهيوني أهم أمر فيه يلفت الانتباه هو تمكنه من الحصول على المعلومة. الوقت الذي نعيشه هو وقت المعلومات، من يسبق الآخر في الحصول على المعلومة. وسائل إعلام فرنسية قالت بأن هذا النظام تجسس على الرئيس ماكرون أثناء فترة أزمة الجزائر والحراك، ورصد الكثير من المكالمات بين الرئيس الفرنسي والسفير الفرنسي في الجزائر. وبالتالي الرأي العام يعني الفرنسي أو الإعلام الفرنسي قال بأن المغرب حاول ربما توجيه الأحداث في الجزائر بما يخدم مصالحه. وهنا علينا أن نراجع أنفسنا في المجال التكنولوجي والأمن السيبراني، لأننا نعيش تخلفا رهيبا، والاستشراف يدفعنا إلى النظر إلى هذه القضية بنظرة واقعية وعقلية، ولوم أنفسنا على هذا التأخر الرهيب. وحتى أمر آخر في هذه القضية، هناك 50,000 شخصية عالمية مدمجة في مراقبة هواتفها الذكية بنظام بيغازوس، وهذا يعكس ربما عولمة السياسة الصهيونية التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة والاختراق، خاصة وأن اليوم تأكد رسميا بأنها حصلت على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي. سنأتي إلى هذا الأستاذ بغراء، نقطة مهمة. أعود إليك الأستاذ أحمد خطاب من باريس. الأستاذ خطاب؟ نعم أسمع أسمع الأستاذ. نعم. خطاب، سمعت ما قاله ضيفي داخل الأستوديو. نعم. أنت موجود بباريس، هناك مؤسسات إعلامية لها وزن في باريس، مثلا المقصود من ورائها ميديا بارت ورئيسها إدوي بينال، نعم، الصحفي المعروف والصحفية التي قامت بتغطية للحراك في الريف المغربي، أسماءهم موجودة وأرقام هواتفهم موجودة. هؤلاء الناس تقدموا اليوم بشكاوى إلى العدالة الفرنسية،
علما بأن الرئيس الفرنسي شخصيا إيمانويل ماكرون اليوم يطلب فتح تحقيق في حيثيات ما وقع بالفعل. ما هي قراءتك لكل هذا الأستاذ خطاب؟ نعم نعم تماما. يعني أول شيء تركيز هذا النظام التجسسي على الصحفيين والناشطين حقوق الإنسان في تركيز كثير، مئات تماما، يعني صحفيين في الجزيرة، صحفيين في فرنسا، صحفيين في ألمانيا، صحفيين في كل مكان في العالم العربي. قراءتي بالنسبة لفرنسا، طبعا وزير الرئيس ماكرون استدعى اليوم، عقد صباحا اجتماع لمجلس دفاعي، مجلس دفاعي، مجلس أمني مصغر، وصرح الناطق باسم الحكومة عطال، اسمه عطال على ما أعتقد، صرح بأن الرئيس يأخذ جدا على محمل هذه الفضيعة، هذه القضية، ويطالب بتحقيقات. وهو كان يستخدم كثيرا، من المعروف أنه يستخدم كثيرا أكثر من هاتف، وثبت أن عدة هواتف له هي موضوعة تحت التنصت بهذه الطريقة. من الذي يتنصت؟ هل المغرب؟ هل إسرائيل؟ هل أحد آخر؟ لكن طبعا التنصت، الحقيقة ملوك التنصت هم الأمريكان، يعني الأمريكان يتنصتون حتى على حلفائهم. نحن منذ أسبوع أو أسبوعين تقريبا نشرت الصحف عن تعاون بين أمريكا والدنمارك للتجسس على سياسيين أوروبيين بارزين، مثل الألمانية أنجيلا ميركل، ومثل وزير الخارجية الألماني السابق فرانك فالتاير شتاينماير، فالتر شتاينماير، وطبعا وكالة الأمن القومي الأمريكية وراء هذا التجسس. طبعا النفي الأمريكي، وكالة الأمن القومي الأمريكية قالت هاتف ميركل كان نفيها، تصور صيغة هاتف ميركل ليس هدفا للتجسس ولا مستقبلا، مما يعني أن هنالك أهداف أخرى للتجسس. في التجسس الأمريكي هي فضيحة كان الحقيقة منذ عدة سنوات. نشرت صحيفة واشنطن بوست قبل عدة سنوات تحقيقا عن شركة سويسرية اسمها شركة كريتو. كريتو هي تقوم ببيع برامج للتنصت والتجسس الدولية ضخمة خلال عقود، كانت كل دول العالم لأنها شركة سويسرية تثق فيها، وكانت تشتري برامجها للحفاظ على سرية اتصالاتها من الأعداء. ولكن ما تجهله كل هذه الدول في العالم خلال عقود أن شركة كريتو السويسرية بكل بساطة كانت مملوكة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA. كما قال الأخ، نحن الآن في حرب الحقيقة، حرب عبر وسائل الإعلام، وحرب عبر وسائل الاتصالات، حرب سيبرنائية كما يسمونها. والذي يفوز في هذه الحرب على ما أعتقد لن، يعني الغير ربما توفر عليه حربا بالأسلحة. هذه هي الأسلحة الجديدة، حرب بين الخصوم وبين المتنافسين والأعداء في العالم المضطرب حاليا. ماذا تتوقع الأستاذ خطاب بالأيام المقبلة؟ ستكون حبلة أكيد بتقارير وحقائق أخرى، ما هي توقعاتك أنت الأستاذ خطاب؟ يعني هلا صار لها الفضيحة، انفجرت أقل من 5 أيام، صار لها 4 أيام، وتتفاعل يوميا مواقف. هنالك مثلا تصريحات من الأمم المتحدة أنه لابد من وضع تجميد لهذه أحد تجميد لهذه البرامج، يعني موراتوار كما يسمونها، يعني تجميد إلغاء مؤقت، يعني إذا صح التعبير، إذا ترجمتها هكذا لست أدري، أنتم أعلم بالفرنسية ربما. نعم. وهنالك يعني بعض الأصوات التي تنادي بإحالتهم إلى القضاء، إحالة المسؤولين عن هذه البرامج إلى الله كله في الدولة أو حتى قضاء عالمي. طبعا ستتفاعل، أكيد ستتفاعل، وسيحاول على مع المستهدفين، وعلى المستهدفين كلهم أن يكونوا جبهة واحدة، سيحاولوا الدفاع عن أنفسهم ومقاضاة الذين كانوا يتجسسون عليهم وربما أضروا بهم معنويا وماديا. الأستاذ أحمد خطاب، كنت معنا من باريس عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك أستاذنا على قبول الدعوة، وثانية عيدك سعيد مبارك، ونلقاك لاحقا إن شاء الله، جزيل الشكر لك. مشاهدينا الكرام، نواصل حوارنا داخل الاستوديو. الأستاذ حكيم بوغرارة، الآن الجزائر مستهدفة مثل ما قلت، يعني وإحنا متأخرين، الجزائر متأخرة لأنه الحرب اليوم معلنة، لدينا 6000 هاتف، حياة الناس الخاصة، نشطاء، وزراء سابقين، ربما حتى قادة بعض الحكومات والدول مستهدفين. الآن إذا كان المغرب فعلا اشترى هذا البرنامج،
وش تتوقع الأيام المقبلة؟ لأنه الآن مع تصريح سفير المغرب في الأمم المتحدة زائد هذا الفضيحة الأمور أصبحت لا، هو الوقت الذي نعيشه هو وقت الإدارة بالأزمات. المغرب افتعل أزمة مع الجزائر، وأعتقد بأنه ندم عليها كثيرا، وأعتقد بأن هذه القضية ستنفس عليه نوعا ما من جهة الجزائر، لأن فتح تحقيقات وإحالة قضية التجسس على القضاء سيأخذ وقتا كبيرا، وحتى التحقيقات ستأخذ وقت كبير، خاصة وأن المغرب يتحدث بنوع من الثقة وكأنه ضمان من الكيان الصهيوني عندما طالب الجميع بضرورة يعني جلب أدلة دامغة على تورط المغرب في قضية تجسس بيغاسيوس. وبالتالي فالمغرب أعتقد بأنه يعيش حالة يأس سياسي كبير جدا، وفتح على نفسه جبهة يعني جهنمية لا أعتقد بأنه سيخرج منها بسهولة. والمتتبع لأحداث التجسس في المغرب قبل سنة في يوليو 2020، منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا أدانت فيه المغرب بالتجسس على الصحفي عمر راضي الذي غطى أحداث الريف وحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا. وهذه القضية ربما لم تأخذ أبعاد كبيرة، وحتى الكثير شكك فيها، لكن الوقت منح الحق لمنظمة العفو الدولية التي أعتقد بأن امتدادها العالمي وامتلاكها لمصادر معلومات كانت تعلم بأن المغرب اشترى حقيقة هذا نظام بيغاسيوس واستعمله ضد الصحفيين، خاصة في أزمة الريف التي أضرت كثيرا بسمعة النظام المغربي. وبالتالي فالمتتبع لأحداث أو العلاقات الصهيونية المغربية لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة للكثير من المتتبعين، لكن ربما سذاجة المغرب أو وقوعه في فخ الموساد الصهيوني الذي ورطه في أزمة كبيرة، وأعتقد بأن الكيان الصهيوني سيفتح حاليا باب الابتزاز للنظام المغربي من أجل إدخاله شريكا اقتصاديا وعسكريا وأمنيا. وبالتالي الظروف الداخلية التي يعيشها المغرب أعتقد بأنه يعني دفعته إلى استعمال أساليب غير أخلاقية وأساليب خطيرة، يعني تنتهك كل الأعراف والاتفاقيات الدولية وحتى القوانين الداخلية المغربية، لأن حاليا أصبحت السيادة المغربية مشكوك فيها، لأن أعتقد بأنه في المجال القضائي بأنه حتى ولو يتم محاسبة الكيان الصهيوني، لكن المنطقة الجميع يتخوف من أن تكون الأراضي المغربية هي يعني أرضية انطلاق هذا النشاط الإجرامي، وبالتالي فالإدانة ستكون ثابتة على النظام المغربي. شكرا أستاذ حكيم بغرارة. مشاهدي الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية المحور الأول، مجرد فاصل قصير، ابقوا معنا ونعود إلى نقاش ثانية داخل الأستوديو. مشاهدي الكرام، نرحب بكم في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة، ولمن التحق بنا الآن أسعد باستضافة الأستاذ حكيم بغرارة، إعلامي ومحلل سياسي، مرحبا. وبالهاتف سيكون معنا مباشرة الأستاذ إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وفي نفس الوقت الأستاذ دبش رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية. في المحور الأول توقفنا عند نقطة مهمة الأستاذ بغرارة، هو الخبر الذي جاء، يعني خبر أولا صادم في نفس الوقت جاء على لسان وزير خارجية إسرائيل أن الدولة العبرية ستكون عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي. حقيقة هو الذي ينظر إلى العلاقات الصهيونية الإفريقية، فالكيان الصهيوني يملك علاقات مع 46 دولة إفريقية من أصل 54، وبالتالي منحه صفة مراقب أعتقد بأنه أمر طبيعي جدا، ولو أننا يعني حساسون كثيرا في
التعامل مع الكيان الصهيوني، لكن المواثيق الدولية بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي حقيقة قد تكون استراتيجية طويلة المدى للمغرب من أجل التأثير على إفريقيا في قضية الصحراء الغربية. والنفوذ الصهيوني يعني معترف به في القارة الإفريقية، خاصة وأن مبادلاته التجارية بلغت حوالي 6 مليار دولار مع 46 دولة إفريقية، وله تأثير سياسي ونفوذ كبير على القادة الأفارقة، وبالتالي على المدى القصير أعتقد بأنه هذه الخطوة ستخلق مشاكل كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي. وصفة مراقب في الأعراف والمواثيق الدولية هي تكفل للكيان الصهيوني حضور كل اجتماعات الاتحاد الإفريقي وتقديم المقترحات والمشاورات، فقط يحرم من التصويت على القرارات. وبالتالي فدخول الكيان الصهيوني الاتحاد الإفريقي أعتقد بأنه سيزيد إفريقيا تمزقا ومتاعب كثيرة. الأستاذ إسماعيل دبش، اليوم على لسان وزير خارجية إسرائيل، يعني نفس السؤال اللي وجهته الأستاذ بغرارة، أن إسرائيل ستكون عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، ما هي قراءتك؟ لا، للأسف أننا إعلاميا ونخب ثقافية وسياسية وحتى سلطوية نستقبل ما توصل إليه الكيان الإسرائيلي ولا نتابع كيف وصل إلى ذلك. لم يصل بالأمس، كيف يعقل أن 55 دولة إفريقية كلها لها مقاربات، رغم أنها عندها علاقات مع الكيان الإسرائيلي ولكن لها مقاربات تختلف من دولة إلى دولة. فهناك دول محورية قوية في إفريقيا التي لها مقاربة جد سبية ضد الكيان الإسرائيلي، مثل جنوب افريقيا، مثل زيمبابوي، مثل نيجيريا، الجزائر وغيرها. للاسف الشديد جدا اننا نجني فقط ما يقوم به الكيان الاسرائيلي، ولا يوجد عمل افريقي جاد لاحتواء ما يقوم به الكيان الاسرائيلي. بمعنى ان الكيان الاسرائيلي اخترق افريقيا بالمال، اخترقها بالجوسسة، اخترقها بالمصالح، وللأسف أن الاتحاد الإفريقي بقي على مستوى إصدار بيانات وإصدار إدانات وغيرها. أنا باعتقادي أن هذا عمل غير مقبول، وعلى الاتحاد الإفريقي أن يغير في الأساليب من التعامل مع هذا الكيان، لأن الخطر الآن أين هو؟ الأستاذ دبش، عذرا على المقاطعة، هل برأيك الكيان الصهيوني اليوم يغتنم هذه الفرصة، لأن هذه الخرجة ليست بريئة، يعني تأتي في هذا الظرف الوقت اللي إفريقيا ممزقة، يعني أنت أدرى ما تعيشه إفريقيا بصفة عامة، كل الدول مجتمعين صح التعبير؟ لا، وما فيش دولة إفريقية ما عندهاش مشكل، سواء مشكل الحدود، مشكل قبلي، مشكل سياسي. وبالتالي الكيان الإسرائيلي سيلعب على هذه الأزمات، ووجوده بالاتحاد الإفريقي سوف يقوي من تلك الإرادة، إرادة الكيان الإسرائيلي. ولهذا على الدول الإفريقية أن تعيد النظر في العمل الاتحاد الإفريقي. لا يبقى الاتحاد الإفريقي سجين الغرب وسجين الكيان الإسرائيلي، يجب أن يكون مستقل. نعرف أن الاتحاد الإفريقي في القضايا الحساسة جدا التي تمس وجود الاتحاد الإفريقي لم يتحرك بقوة كافية. يكفي التذكير بما عندما تم الاعتداء على ليبيا في 2011، وعندما والآن أن الكيان الإسرائيلي يدفع في النظام المغربي للاستمرار في احتلال في الصحراء الغربية، والكيان الإسرائيلي يلعب على أوتار أخرى قبلية وغيرها في مناطق أخرى من إفريقيا، والاتحاد الإفريقي يتفرج ويصدر فقط في البيانات. ففعلا هناك دولة مثل الجزائر، دولة مثل جنوب إفريقيا، لهم مقاربات عملية ويعملون في الاتجاه أنه محاولة تجسيد قانون التأسيس للاتحاد الإفريقي والإرادة الإفريقية. للأسف أن الآن المؤتمرات القمة القادمة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي يجب أن تفعل بالمقاربة السياسية الموجودة، وإلا أن هذه الأنظمة الإفريقية في ذاتها تصبح سجينة الكيان الإسرائيلي. إذا كان يأتي هذا الأستاذ دبش، يأتي هذا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. وسؤالي هنا لك، ألا ترى بأن نظام المخزن
تحول إلى بوابة لإسرائيل لدخول إفريقيا؟ من الناحية النظرية أن نظام المخزن موجود بالاتحاد الإفريقي معناها يلتزم ببنود الاتحاد الإفريقي بما فيها احترام سيادة ووحدة الدول الإفريقية وعدم الاعتداء على الدول الأخرى بما فيها يفترض أن المغرب بما أنه موجود بجانب بالجمهورية العربية الصحراوية يفترض أنه يخرج من الصحراء الغربية لأن الصحراء الغربية هي عضو مؤسس بالاتحاد الإفريقي. ولكن للأسف أن كما تعرف أن هناك نعرة كبيرة تلعبها إسرائيل كيان الإسرائيلي في العلاقات العربية الإفريقية خطيرة جدا، أنها تحاول أن تفرق بين العرب والمسلمين من جهة والأفارقة الآخرين من جهة أخرى على أساس عنصري، على أساس ديني، على أساس لغوي. وبالتالي الآن الخطر في الاتحاد الإفريقي هو هنا، خاصة بعدما قضوا على نظام القذافي وقضوا على نظام أنظمة إفريقية أخرى، قسموا السودان. إذن الآن هناك عدة دول إفريقية تلعب في الدور التي يمكن أن تلعبه الكيان الإسرائيلي، ولا يجب أن نخفي ما تقوم بها إثيوبيا وما يقوم به جنوب السودان وما يقوم به النظام المغربي. هناك دول كثيرة متعددة تتزايد يوميا، ولهذا الآن الخط الأحمر موجود وعلى كل الدول خاصة الدول المحورية الأساسية في إفريقيا اللي هي جنوب إفريقيا نيجيريا والجزائر أن يتحركوا وبسرعة من أجل احتواء هذا العمل الخطير الذي ليس في قضية أنه يدعم قضية ما في مثل الصحراء الغربية أو يدعم مقاربات إفريقية من أجل الحلول السياسية للأزمات في الساحل وغيرها، بل المشكل هو الآن خطير جدا على تفكيك الوحدة لوحدة الدول الإفريقية. ما فيش دولة إفريقية لا تجدها مشاكل حدود مع دولة أخرى، وما فيش دولة إفريقية لا تجدها مشكل قبائل ومشكل عراق ومشكل خلافات مذهبية. إذن الخطر الآن هو على الدولة الوطنية في إفريقيا والخطر على الحكومات والأنظمة. ولهذا الآن يبدو الأستاذ دبش حتى نعطي المحور الثاني حقه من الوقت، ابقى معنا الأستاذ بغرار، ربما إضافة على ما قاله الأستاذ دبش. وحقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية في إفريقيا صعبة جدا، والعديد من الدول الإفريقية عاجزة عن توفير يعني حتى مواد استهلاكية لشعوبها، وبالتالي فالسياسات الخارجية وحل الأزمات و منح القرارات القوة السياسية والمالية والاقتصادية هو الذي يغيب عن إفريقيا، وهو ما يجعل الاتحاد الإفريقي قراراته يعني هشة وضعيفة ولا تلقى القبول. ولهذا ربما الجزائر عندما اتجهت إلى اقتراح مقاربة تنموية وإسكات سلطة البنادق، وهذا من أجل تعزيز الجبهات الداخلية للدول الإفريقية ومنه الوصول إلى منح القوة للقرارات التي تصدر عن الاتحاد الإفريقي، لكن الوضعية الوبائية والمتاعب الاقتصادية والمشاكل الإثنية التي تطبع على المجتمعات الإفريقية وكذا طغيان يعني دول المستعمرة التي ما زالت تؤثر بشدة وتوجه مختلف الأحداث وتفرض حتى الشخصيات التي تحكم الدول الإفريقية هو الذي جعل الاتحاد الإفريقي يعني هيئة هشة، بالرغم من وجود مبادرات لكنها تبقى فردية وتبقى يعني جزئية بالمقارنة مع حجم القارة، وبالتالي فالقرارات الإفريقية تبقى بعيدة كل البعد. وأكبر عامل زاد من متاعب القارة الإفريقية هو عامل الوقت، فكلما مر الوقت زادت الأزمات وزاد النمو السكاني وزاد الاختراق الأجنبي، وما حدث في تشاد يعني مقتل الرئيس ديبي وفرض ابنه كرئيس، يعني تبقى كل هذه أمور حتى محاولة اغتيال الرئيس المالي، وحتى الدول الغربية وصلت إلى مقاربة خطيرة جدا وهو خلق ما يسمى أو توظيف استخباراتها لخلق يعني جماعات إرهابية تبرر يعني ضعف التنمية والهشاشة الاجتماعية حتى يسهل عليها الانفراد بالقادة الأفارقة والحصول على ما
يحتاجونه من موارد طاقوية، وبالتالي فمتاعب القارة السمراء تزداد، خاصة بدخول الكيان الصهيوني الذي بدأ يسيطر من خلال صفقات كثيرة على الموانئ الإفريقية من أجل السيطرة على السيادة ومراقبة كل ما يدخل ويوجه للمقاومة ضد الكيان الصهيوني. وبالتالي أعتقد بأن الأيام والأسابيع القادمة ستكون عسيرة كثيرا على الاتحاد الإفريقي بصفة عامة. الأستاذ دبش، أعود إليك وأرحب بك ثانية. نذهب معك مباشرة إلى المحور الثاني والأخير في هذه الحلقة. الأستاذ إسماعيل دبش، باعتبارك رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية، بحر هذا الأسبوع كانت زيارة لوزير الدولة ووزير الخارجية ومستشار دولة الصين يانغ يي، الذي استقبل من قبل وزير خارجية الجزائري رمطال عمامرة ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. هي علاقات تاريخية يعززها الحاضر، كيف تنظر إلى هذا الأستاذ دبش؟ هو زيارة أولا لها عدة أبعاد. البعد الأول أن العلاقات الصينية الجزائرية وصلت إلى جد مرحلة جد متقدمة في المجال الاقتصادي والمجال الاستثمارات والمجال الاستراتيجي، وآخرها الشراكة التي تمت بين الجزائر في استغلال في بناء ميناء شرشان، الذي هو إنجاز استراتيجي ليس فقط إلى على مستوى المحلي، بل سوف يتوجه إلى إفريقيا وربما حتى إلى أوروبا، لأن هذا المشروع كانت السفن التي تأتي الجزائر ليس لنا مواني بالحجم التي يمكن أن ترصب بها السفن، ولهذا الجزائر كانت عدة سلع كبيرة كانت تمر عن طريق أوروبا وتأتي بها إلى الجزائر. الآن هذا لن يكون ذلك بعد 3 سنوات بعد إنجاز هذا المشروع، ولهذا تجد الانزعاج الأوروبي وخاصة الفرنسي من ذلك، لأن الجزائر تصبح لها استقلالية. الجانب الآخر كذلك أن الجزائر حققت إنجاز استراتيجي كبير. ما هو؟ أن الجزائر اللي منذ 62 وهي تستورد النسبة الأكبر من البنزين من أوروبا، من فرنسا ومن إيطاليا. الآن بعد شهرين الجزائر سوف تستغني عن البنزين باستيراده من أوروبا، وهذا مشروع استراتيجي. لماذا؟ لأن ما حدث في ليبيا عندما تم محاصرة النظام الليبي في 2011، سبب انهزامها هو عدم وجود التموين بالبنزين، لأن البنزين الليبي كان يأتي من إيطاليا ويأتي من أوروبا، ولهذا الآن الجزائر تصبح لها استقلالية وتحكم استراتيجي في وضعها الأمني والسياسي، لا تبقى سجينة أوروبا. الجانب الآخر كذلك تم الاتفاق والشراكة ما بين الصيني والجزائر فيما يتعلق بمنجم بوكراع ومنجم غار جبيلات الفوسفات، وبالتالي هذا المنجمين كذلك لهم علاقات جد استراتيجية بين الجزائر والصين. أنا اعتقادي المرحلة القادمة سوف تؤسس كذلك إلى تجسيد طرق تعزيز الطريق السيار من شمال الجزائر إلى جنوب الجزائر للامتداد إلى دول الساحل، ثم كذلك بناء خط سكة حديدية، وهذا إنجاز كبير للجزائر، لأن المرور عن طريق بناء هذين المشروعين سوف يلحقه مشاريع اقتصادية واجتماعية على ضفتين. على ذكر الأستاذ دبش، على ذكر المشاريع الاقتصادية، العدد الهائل للعمالة الصينية بالجزائر برأيك، وهذا التقارب الجزائري الصيني، هل فيه إزعاج لبعض الشركات الأجنبية التي دائبت على الساحة والساحة الاقتصادية الجزائرية خاصة؟ هل فيه يعني رسائل مبطنة برأيك لبعض الدول؟ الأوروبيين والغرب بصفة عامة يرون بأن إفريقيا هي مجالهم التقليدي وممنوعة على أي دولة أخرى سواء الصين أو روسيا، ولكن هذا الحلم انتهى كما قال الرئيس الصيني قبل أسابيع، قال أن موضوع الهيمنة والاستغلال والاستعمار قد ولى ولن تبقوا أنتم في المقدمة في ذلك. واعتقادي أن هذا التحدي أجسدته الصين من خلال الحزام والطريق،
طريق الحرير الجديد القائم على البارتنارية. ما معنى البارتنارية؟ معنى الدولتين اللتين يقومان بعمل اقتصاد تعاون اقتصادي يمكن الاستغناء عن الدولار ويستغناء عن نظام بريتن وودز، لأن الشراكة التي تقترحها الصين أنها المنفعة المتبادلة بناء على الإمكانيات المحلية للدولة المستقبلة للمساعدة التكنولوجيا الصينية، والعكس صحيح بالموارد. وبالتالي سوف سياسة منظومة جديدة تقدمها الصين في علاقتها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وهذه أزعجت أوروبا وأزعجت أمريكا. وبالتالي في البداية أرادوا احتواء هذه السياسة من خلال رفع الرسوم عن طريق السلع للسلع الصينية للمرور إلى أوروبا، لكن فشلوا، لأن الصينيين الآن وش يعملوا؟ يشترون المصانع الكبرى داخل أوروبا وداخل أمريكا ويستثمرون من الداخل، وبالتالي فشلوا في ذلك. المشكل الآن في أوروبا هو ليس المشكل في الصين، المشكل أنهم ما زالوا يتعاملون بتكنولوجيا تقليدية تجاوزها الزمن، وما زالوا يتعاملون كذلك بالأسلوب التقليدي مع الأنظمة والحكومات. وبالتالي الآن الأوروبيين وجدوا نفسهم في اهتزاز كبير، وهنا يلجؤون إلى العمل إلى الأزمة، إلى خلق الأزمات، حتى المجال الوحيد اللي يمكن يستثمر فيه هو العمل بيع الأسلحة. أما الاقتصاد الآن هو السوق الصينية هي الأساس، سواء ليس فقط في عالم الجنوب أو في أفريقيا، بل في أوروبا وفي أمريكا كذلك. أنا اعتقادي الآن ما هو كما تتابع تصريح وزير الخارجية الصيني وانغ يي عندما قال أن العلاقات الجزائرية الصينية هي رصيد وحصانة في مواجهة أي دولة تريد أن تمس بالحب الدولة الوطنية، هذه رسالة من للذين يتآمرون على الوحدة الوطنية في الجزائر، ورسالة لتعزيز الدولة الوطنية في أفريقيا، ورسالة الذين يتآمرون كذلك على الصين. واعتقادي أن هذا هو ما يزعج الأوروبيين رغم كل هذا. نعم. رغم كل هذا يا أستاذ. نعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابقى معنا الأستاذ دبش. ابقى معنا، رائع جدا. الأستاذ بغرارة، سمعت الأستاذ دبش ما قاله الآن، كيف تقرأ أنت هذه الزيارة؟ وهناك زيارة ربما مرتقبة للوزير الأول الصيني إلى الجزائر. وحقيقة زيارة وزير الخارجية الصيني أعتقد بأنها جاءت في ظرف حساس جدا، فالجزائر منذ الحراك الشعبي قلت عليها الزيارات الأجنبية، وحتى منذ سنتين تقريبا لم نسجل أي مشروع استثماري أجنبي في الجزائر. وبالتالي أتذكر هنا عند وصول الرئيس الأسبق ليمين زروال للحكم، كانت أول زيارة له الخارج زار الصين، التي يعني ساهمت في فك الحصار الذي كان مضروب على الجزائر. وهذا يعكس ربما العلاقات التاريخية. زيارة وزير الخارجية الصيني كانت لها عدة دلالات، فكانت هناك دلالات استراتيجية، يعني من أجل إحياء الاتفاق الشراكة الاستراتيجي بين الجزائر والصين الموقع في 2014 وتسريعه وتجسيده ميدانيا، لأن الجزائر تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، والجزائر تجد دائما في الصين ذلك الشريك الاستراتيجي. وحتى الصين مدان للجزائر بمنحه، يعني وإن كان يعني فاز بصفقات عملاقة، الطريق السيار ومسجد الجزائر ومنحه صفقات أخرى، وبالتالي الصين وجد نفسه مجبرا على التعامل مع الجزائر، لأنه يستفيد كثيرا من الاقتصاد الجزائري ومن الاستثمارات في الجزائر. هل الجزائر ستصبح بوابة لإفريقيا بالنسبة للصين؟ مستقبلا، هذا ربما بعد تجسيد المشاريع. لكن ما لفت كذلك الانتباه في الزيارة هو يعني الوفد الوزاري الذي استقبل وزير الخارجية الصيني، كان وزير الصحة غائبا، لكن وزير الخارجية الصيني طمأن الجزائر بتوفير كل اللقاحات الخاصة بكورونا التي تطلبها الجزائر وفي ظرف مستعجل. واليوم الجمعة أعتقد بأنه ستصل حوالي 3 مليون جرعة من الصين كعربون لإعادة بعث شراكة صداقة ومحبة للجزائر، وربما حتى اعتراف الصين بالتراجع في
التعامل مع الجزائر في السنتين الأخيرتين بالنظر للظروف التي مرت بها الجزائر. الملاحظ على الوفد الذي استقبل وزير الخارجية الصيني هو وزير حضور وزير التجارة، وزير النقل، وزير الأشغال العمومية، ووزير الطاقة، وهذه ربما المجالات التي تعول عليها الجزائر مع الصين لتجسيدها. فميناء الحمدانية بشرشال يتطلب حوالي 4 مليار دولار لإنجازه، والجزائر طبقت قاعدة 49-51 للتخفيف من قيود التمويل وتمكين يعني الشريك الصيني من الدخول يعني كمساهم في تسيير الميناء وجلب التكنولوجيا اللازمة. ميناء شرشال لا يبعد إلا 60 كيلومتر على الطريق العابر للصحراء الجزائر لايغوس على مسافة 6000 كيلومتر، والذي وصلت يعني نسب إنجازه إلى يعني درجات كبيرة خاصة في الشطر الذي يعبر الجزائر. وبالتالي فهذا الميناء سيخدم كذلك الطرف الأوروبي، لأن الطرف الأوروبي يعني من خلال هذا الطريق سيتمكن من تسويق منتجاته إلى القارة السمراء، والجزائر هنا ستكون متفتحة على كل العالم، لأن الموانئ تقدم خدمات والخدمات تجلب أموالا كبيرة بالعملة الصعبة، وبالتالي فهذه المشاريع الاستراتيجية ستمكن الجزائر من يعني تنويع اقتصادها والتقليص من التبعية المحروقات. يعني استقبال يعني حضور محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم يعكس كذلك رغبة الجزائر في الإسراع في إعادة بعث غار جبيلات الذي يعني قيمة يعني أولية يحتاج إلى 2 مليار دولار. وهنا كذلك أريد أن أتحدث عن يعني الصعوبات التي تجدها الجزائر في التمويل، وبالتالي فالاختيار يعني اختيار الشريك الصيني هذا يطمئن من الناحية السيادية للجزائر، فحتى إذا قدر الله وتم الاستدانة من البنوك الصينية لتمويل مختلف المشاريع فهذا سيجعلنا ربما أحسن من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي وفرض ربما أمور وإجراءات صارمة جدا لا تتماشى للواقع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر. وبالتالي فزيارة الوزير الخارجية الصيني أعتقد بأنها رسالة سياسية للنظام والسلطة في الجزائر بأن الصين لن تتخلى عن الجزائر، ويمكن الاعتماد عليه. المتابع للعلاقات الدولية والصراع الأمريكي الأوروبي ضد الصين ومحاولة كبح النمو الاقتصاد الصيني وغزوه لمختلف الأسواق العالمية ومحاصرته حتى في إفريقيا، لأن الصين كل هذه الأزمات ربما التي حدثت هو من أجل تحييد الصين وروسيا عن القارة الإفريقية. وحقيقة يعني الوجود الصيني في القارة الإفريقية تأثر كثيرا خاصة في السنتين الأخيرتين وبافتعال مشاكل الإرهاب وخاصة جائحة كورونا، وأعتقد بأن اختيار الصين للجزائر هو يعكس بأن الجزائر لها ثقلها ودولة محورية في إفريقيا، وضمان تعزيز الشراكة مع الجزائر وإنجاح المشاريع سينعكس بالإيجاب على القارة السمراء، وسيمكن الصين من العودة إلى استثماراتها ونفوذها في إفريقيا عبر بوابة الجزائر. رائع جدا. الأستاذ إسماعيل دبش، الأستاذ دبش الحمد لله ما زلت معنا. الأستاذ دبش، سمعت الأستاذ بغرارة قال لك أن الجزائر الآن في ظل تفشي الوباء والظرف الراهن بإمكان الصين أن تكون المعول الأول عليها وتساعد في الإقلاع الاقتصادي بدل الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، ما رأيك؟ أولا أنا توقفت عند قلتك أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مش ممكن أبدا أن الصين تتعامل كما يقولوا بالفرنسية بسمعك بالسوسيال، لازم أنت تثبت نفسك في الميدان، لأن الصين مهما كان علاقتها الأقوى هي مع أمريكا ومع أوروبا، 80% من علاقتها الاقتصادية والتجارية مع أوروبا وأمريكا، 2000 مليار مع أمريكا و 800 مليار مع أوروبا. إذا علينا نحن أن ندير علاقاتنا بالتنويع ومحاولة كسب الصين، وليس محاولة فقط أننا ننتظر من الصين أنها تقف بجانبك. الصين لها كذلك مصالح استراتيجية مع أمريكا، مصالح استراتيجية مع أوروبا، وبالتالي هي لها علاقات اقتصادية متنوعة مع الجميع. نعم. الجانب الثاني أن
صندوق النقد الدولي. أنا اعتقادي أن الجزائر دخلت على الحزام والطريق. الحزام والطريق بمعنى أن الجزائر يمكن أن تجسد مشاريع استثمارية كبيرة جدا بدون الاستدانة. كيف؟ لأن الحزام والطريق بالنسبة للصين ما هو؟ الصين تعطيك التكنولوجيا والمال، وأنت توفر لها الإمكانيات المحلية اللي عندك من موارد أولية وطاقة بشرية وإمكانيات أخرى، وبالتالي هذا البارتناريا تولي فيها المنفعة المتبادلة، كل يأخذ حسب ما قدمه. مثلا في ميناء شرشال، ميناء شرشال سوف تقوم بتسييره شركة صينية في البداية لمدة سنوات، 4 أو 5 سنوات. لكن الفائدة بتاع ميناء شرشال فيها أولا ميناء رص السفن يكون حسب كل دولة ماذا قدمت في هذا الميناء، وفي نفس الوقت أن السفن الكبرى الموجودة هناك التي سوف ترص هناك سوف جزء كبير من يتحول إلى مصانع، معناها السلع اللي نجيبها من الصين بدل ما نجيبها من الصين لمدة 13000 كيلومتر أو 14000 كيلومتر ننتجها هنا، وبالتالي تصبح الجزائر تنتج ما تستورده من الصين بالجزائر، وبالتالي الشراكة لما تقوم تصبح المنفعة المتبادلة، الجزائر تحقق الربح والصين تحقق الربح، وبالتالي الاستدانة يصبح لا مجال لها، تصبح الجزائر مش مضطرة للاستدانة. الصينيين نعم. هذا في الدقيقة الأخيرة الأستاذ دبش عذرنا على المقاطعة في 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 30 ثانية لأنه ما بقاش الوقت انتهى. ما لاحظته في آخر لقاء نظمته السفارة الصينية بالجزائر، وكانت المناسبة الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني، الحديث كان على تواجد الصين إعلاميا في القارة الإفريقية. كيف تشوف انت هذه النقطة بالذات، لأن الصين لا وجود لها مغاربين وإفريقيين إعلام من الجانب الإعلامي خاصة؟ هي الصين في السنتين الأخيرتين أو في 5 سنوات الأخيرة إذا كان حبينا نضبطها بالضبط، فقط بدأت تنتبه للجانب الثقافي واللغوي والإعلامي، أما سابقا كانت تركز أكثر على التجارة والاقتصاد، لكن لما عرفت أن مصالحها بدأت تمس ولا توجد لها نخب ولا يوجد لها إعلام يمكن أن يحقق لها المكاسب التي استثمار المكاسب التي تتواجد بها، في المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي قرر أنه يعزز البعد الإعلامي، وبالتالي نتصور بأن الأولوية بالنسبة للصين في السنوات القادمة سوف تركز على الإعلام، لأن الحملة الغربية أقوى مما تتصوره الصين لاحتواء الصين في أفريقيا وفي العالم ككل. شكرا لك أستاذ دبش، شكرا لك، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب، أعتذر نهاية الحلقة. مشكور أستاذ دبش وسعداء ككل مرة تكون معنا. الأستاذ حكيم بغرارة في 15 ثانية رجاء كلمة ختامية. وأعتقد بأن ضرورة توجيه دبلوماسية لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال إقناع الأجانب بالمجيء للجزائر والتعريف خاصة بمختلف التشريعات المحفزة للاستثمار الأجنبي. شكرا لك الأستاذ بغرارة. مشاهدي الكرام بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأسبوع المغاربي. لا يفوتني في هذه الحلقة أن أشكر ضيوفي الأستاذ إسماعيل دبش عبر خدمة سكايب رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وكان معنا من باريس الإعلامي الأستاذ أحمد خطاب عبر خدمة سكايب كذلك، ودخل الأستوديو الأستاذ حكيم بغرارة. مشاهدينا الكرام تقبلوا تحية الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة، وموعدي بكم يتجدد الأسبوع المقبل. ألقاكم بخير، أمسيتكم سعيدة، وإلى اللقاء.